اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست ليه كده. في عز الغلا والفقر اللي بقى بيجري في دمنا كرجاله والضغوط النفسيه اللي احنا فيها، بطلب من الانثى خفيفه الظل الظريفه المستظرفه التي تتمتع بروح الدعابه. كفايه شريه ظريفه لبوستات انا حبيبي مش هيجيب لي ذهب، انا حبيبي هيجيب لي الماس، انت حبيبك هيجيبك من شعرك عشان خفه الدم دي، عشان انت مش متخيل الفقر اللي احنا فيه كرجاله دلوقتي. يعني انا اقسم بالله بقى لي شهر بازازه شامبو، فيها الشامبو كلها ميه ميه، واقعد ارج فيه اعاده تدوير بقى طول الوقت وافضي فاهم معجون السنان طول الوقت افعص فيه. خلاص يا اسطى الصبح يقعد يقول لي مش هطلع حاجه، لا هقسمك نصين هغسلك هجرب طول الوقت. احنا في حاله ضغط، فانت ما تضغطيناش وتستظرفي. هتستظرفي اقول لك يلا سلام عليكم، روحي بقى شوفي لك عريس خليجي وهاتي لي انا كمان عريس خليجي، انا هضحي ما عنديش مشكله. هعمل ايه انا عشان اتجوزك؟ اقل حاجه انزل اشتغل رقاصه في كباريه، ما هعمل ايه؟ والظريفه الثانيه المستظرف لا منزله بوست تقول لك انا مخنوقه وبعيط ومحتاجه حد ياخدني ديت سوشي. سوشي ايه يا كارته؟ السوشي خلاص بابا وماما عينيهم ضيقه قوي، انت ممكن يجيب من الجبنه الرومي حته دلوقتي مش تمن حته. فاهم الغلو عامل ازاي؟ انت عارفه الدهب بكام؟ دهب 3800 يعني خلاص فاضل له تكه ويبقى 4K، ده باي كواليتي. فاهم حاجه؟ وفي عز الضغوطات دي كلها تلاقيك انت قاعد كده مضغوط بقى فلوس وجمعيات وحاجات، لا راجل معدي كده يقول لك والله انت جيل متدلع، والله انت راجل غبي. لما تبقى التجمع زمان معروض عليك ب 4 جنيه ما تاخدهاش تبقى جيل غبي. جيل متدلع فين؟ احنا عندنا حروب، ضغوطات حياه، بوابات في نهايه العالم. انا حاسس ان انا يوم ما اتجوز هيرقص فرح المسيخ الدجال، الاقي واحد بعين واحده كده واقف فاهم قول له يا جوج وما جوج داخلين ببدل كده اخواتي وياكلوه هو الراجل ده اول حد. فلا احنا جيل مش متدلع خالص، احنا متبهدلين. في حاجه سؤال محيرني جدا، هو الجنيه ماله؟ لما تاثر بقيت كيوت ليه كده؟ مالك يا اسطى؟ يعني مثلا في مشكله في لبنان هتاثر، السودان فيها مشكله هتاثر، ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي اتطلقوا؟ طب اهو انت مالك انت؟ مالك انت ومال كل ده؟ في عز الضغوطات والحاجات دي كلها لما اجي اخطبك لو لقيتك بتقولي لي تليفوني باظ ما عنديش، مش انا لا احبذ التليفونات، انا اقضيها بقى رسائل بالحمام الزاغل، نرجع بقى لعصر المماليك واقص وليلى اقول لك بقى شعر وكده، لكن مش هجيب لك تليفون. فالغلا خلى في حاجات في الحياه حوالينا غريبه جدا. انا كنت واقف راكن العربيه من فتره هنا، فانا راكن العربيه لقيت سايس جاي لي كده بفيزا بيقول لي كاش ولا فيزا يا باشا، والله العظيم ده حصل بجد. فبصيت له كده، فانا اجي في خيالي انا مش عارف ارد عليه اقول له يا اما ده برنامج الصدمه وانزل ارنه علقه اللي هو اقول له فيزا فيقول لي اه، اقول له الشارع اللي وراه وديب بيدي واعمل لهم حلقه جامده يا اما ده حلم من احلام العصر وانزل برضه اضربه لحد ما اقوم. بس انا اكتشفت ان انا في الحياه واقعيه بجد. انت متخيل الحياه؟ يعني بقى في حاجات غريبه جدا في الحياه. على الجانب الثاني بقى بالنسبه للشركات والمرتب، بقت المرتبات هم مش عارف هم مش فاهمين الغلا ولا ايه، بس هو بيجيبك بيفرش لك الارض ورد. ازيك يا محمد انت هتقبض 3000 جنيه؟ احنا فاهمين ان الدنيا غاليه، انت مش هتقبض 3 بس، انت هتقبض 3 زائد سبيفس زائد سبيرو بيتس زائد سبيرو بيتش كل الحاجات دي وهنجوزك انسه غاز. فهو فرش لك الارض ورد كلها فاهم، فانت بتقول له بجد تقبضني كل ده؟ فبتفرح. يجي بقى اخر الشهر بتعامل معاك ان انت عبد في سوق عكاظ، تعالى تعالى يا عبد انت مرتبك 1500 ليه؟ ما احنا خصمنا منك الاسبيفس سبيرو بيتش سبيرو تيتش وانسه غاده مهرها عالي جوزناها للمدير. ها بقى يا محمد تحب كرباج ولا عصايه؟ انت بتبقى عبد، انت عبد دلوقتي. فبتضطر تقعد يعني مش عارف تعمل ايه. اصلا المرتب اول ما بينزل لك في الشغل في الحياه العاديه هو بينزل بتلاقي فجاه نوتيفيكيشن تي 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 اتخصم كل ايه بقى؟ اتخصم خصومات 1000 جنيه قسط 50 جنيه مش عارف ايه 2000 هلله جدك كان مستلف من الخديوي اسماعيل زمان هتدفعهم انت، فتلاقي نفسك مروح في الاخر مواصلات ب 2 جنيه ما بقاش حاجه. ففي النهايه الغلا بقى كتير قوي، انت مش عارف تعمل ايه فيه غير ان انت تقول اه الشارع اللي وراه.